السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على الجميع. مرحبا بكم في القناة بين المتتبعين وغير المتتبعين اللي كيشوفوا لا فيديو لأول مرة. اشتركوا في القناة باش يوصلكم أي جديد، وفعلوا الجرس ولي لايك والبارتاج باش تعمل فائدة على الجميع. اليوم نحاول نحط لكم يعني هاد لا فيديو بالمنتجات الخالية من الجلوتين، كيف ما كتشوفوا هنا جميع أنواع المكرونة أو سباكيتي أو باستا راها بدون جلوتين، كلي بدون لاكتوز، مواد غذائية متنوعة، بيسكوت، عجائن، كونفليكس، ميريندينا، يعني كيك، جميع أنواع الكيك، جميع أنواع الخبز، جميع أنواع الفرينة، الأنواع الخاصة بالحلويات، والأنواع الأخرى اللي خاصة بالمخبوزات. وهنا كيف ما كتشوفوا حاولت نصور لكم البعض من أنواع البانا أو أنواع يعني كيف ما تنقولوا لها لا كريم فريش، وانواع ديال الحليب الخاليه من السكر والخاليه من لاكتوز، حليب الصوجة الخالي من الجلوتين، انواع الكريمه، وكيف ما كتشوفوا انواع متنوعه حتى لمرضى الناس اللي عندهم حساسيه اللاكتوز. حاولت نجمع لكم هاد الفيديو، كنت ديجا حطيت لكم يعني فيديوهات سابقة بهاد الأنواع كلها، واليوم قلت علاش ما نجمعش لكم هاد الفيديو باش تشوفوه يعني بالكامل، ونشرح لكم جميع المنتجات الخالية من الجلوتين. هنا كتشوفوا منتجات الفلان كيف ما تنقولوا يعني بجميع النكهات ديالها. هنا كاينين النكهات ديال الليمون، ديال البرتقال، هنا خميرة حلويات راها بدون جلوتين، هنا عاود خميرة بيتزا، فوكاتشا، هاد الفاني راها بدون جلوتين، خميرة حلويات بدون جلوتين، هاد النوع ديال الشوكولا بودرة كاكاو امارو راه بدون جلوتين ومكتوبة عليه العلامة. حاولت نشارك معكم هاد المنتجات كي حيت بعد المرات انني تنكون كنصور وكتدوز مثلا الكاميرا في بعض المنتجات ولكن كتكون فيها الجلوتين، كنحاول نصور لكم بهذه الطريقة هذه ونشرح لكم. هذا سيرو او كيف ما كنقولوا جيلي للتزيين الكلاص او الحلويات او الطرطات. الصراحة خديت واحد ديال الفراولة زينت به واحد تحلية غادي نشاركها معكم ان شاء الله. هذا هنايا كاكاو بالسكر راه تا هو بدون جلوتين كيف ما كتشوفوا هنايا العلامة، حطيت عليها الاصبع ديالي. بصراحة الحمد لله كل شيء متوفر في كوناد، يعني منتجات بدون جلوتين ما شاء الله. حتى هاد الفروي اللي ديال الفواكه الجافة راها بدون جلوتين، جميع انواع الفلون، شوكولاتة، فاني، فراولة، كلها بدون جلوتين، حتى مايزينا راها بدون جلوتين والاثمنة مناسبة. هذا النوع يعني ديال الخميرة حلويات راه بدون جلوتين. حبيت نحط لكم هذا الفيديو باش تكون الاستفادة اكثر بالنسبة للجميع، واللي كيشوف القناة لاول مرة يفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولي لايك والبارتاج باش تعمل فائدة على الجميع. قناتي قناة متنوعة، قناة الحمد لله ذو محتوى، يعني انا حبيت هذا المحتوى وقلت علاش لا ما نشاركش مع البنات هذه المنتجات الخاليه من الجلوتين. انا كيف ما كتشوفوا دقيق بيولوجيكو يعني بيو بدون جلوتين، هذه انواع ديال السيرو، هما كيف ما كتشوفوا هنا شيروب مكتوب عليه،
ديال النعناع، ديال الفراولة، نكهات مختلفة. الحمد لله كل شيء موجود. حاولت نصور لكم من بالنسبة للفيديو في الأول ديال المعجنات، صورت لكم البداية من الصيدلية، وفي الثاني صورت لكم من كوناد. وهاد المنتجات هي منتجات بام الخالية من الجلوتين. هذه أنواع الشوكولاتة للدهن، شوكولاتة كاكاو، شوكولاتة نوازيت، شوكولاتة نوتيلا، سبالميلا، يعني شوكولاتة للدهن خالية من الجلوتين. كيف ما كتشوفوا العلامة سينزا جلوتيني. أنا دائما كنحاول أنني نجيب لكم فيديوهات فيها الإفادة للجميع. المهم نخليكم مع تتمة هذا الفيديو، وإن شاء الله تكون الاستفادة. وفرجة ممتعة للجميع، وما تنسونيش كيف ما قلت لكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. هنا بالنسبة للانواع ديال الكراميل الصراحة عجبتني بزاف، وحبيت نشاركها معكم بدون منكهات، بدون ملونات، بدون جيلاتين، بدون جلوتين. غادي يحبوها الاطفال ديالكم. ونخليكم مع تتمة الفيديو، الصراحة ما سخيت بكم. ومن جهة الأخرى نفس سوبر بام نشارك معكم هذه المنتجات الخالية من الجلوتين: مايونيز، كيتشوب، صلصة باربيكيو، جميع العلب وجميع القنينات بدون جلوتين، صلصة روسا كيف ما كتشوفوا سينزا جلوتيني. صراحة مني كندخل أنا المحل يعني كيعجبني الحال، وخصوصا انني مني كنشوف على الرفوف مكتوبه سينزا جلوتيني يعني كتكون فرحتي قداش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله، احنا غير محرومين في هاد يعني في هاد البلاد في ايطاليا، وكل شيء متوفر. كيف ما كتشوفوا لنا الكيتشوب، صلصه روسا مكتوب عليها بدون جلوتين، يعني كنصور وكنعاود نصور ونأكد بأن راه شي كلشي بدون جلوتين. هاد جرام بيستو هذا كيف ما تنقولوا ليه حنا الحبق، مكتوب عليه بدون جلوتين. كاين انواع اخرى ديال الحبق بدون ثوم. كنتمنى يعجبكم هاد لا فيديو وتشتركوا في القناة، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. وأي سؤال مرحبا بالجميع، كتبوا لي التعليق وإن شاء الله غدا نجاوب الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.